أهلا بيكو. إحنا دلوقتي في المحاضرة اللي بنتكلم بيها عن الأسسمنت تولز، وسائل التقييم لأداء المتعلم أو المتدرب والمدرب في الوقت. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن بعض الوسائل وأهمها وبعض مميزات وعيوب كل واحدة منها. في الفيديو ده الحقيقة نتكلم على كونسبت، يعني عايزين نتكلم على مفاهيم الدقة والإحكام اللي هي اسمهم يوجوالي بنتكلم accuracy و precision. ازاي الوسيلة بتاعتنا تبقى accurate وازاي الوسيلة بتاعتنا تبقى محكمة، او ايه اللي يخليها كده او كده. الحقيقة هنا طبعا الاول عايزين نعرف هو ايه الـ accuracy والـ precision. احنا لما بنتكلم على accuracy و precision، يمكن من الطرق اللطيفة او اللي بتريحني انا شخصيا في فهم الـ accuracy و precision هو الرسمة اللي قدامكم دي، اللي من خلالها بنشوف يعني ايه accurate ويعني ايه precise. نلاحظ ان اولا accurate و precise هيبقى في الجزء ده. الحاجة لو انت هنا لو بنتكلم على ان انت بتنشن بمسدس ولا بندقية على هدف من الاهداف، لو ان انت اطلقت اكتر من طلقة وكلهم جم في مركز او قريب من مركز الهدف، يبقى انت كده actually high accuracy و high precision، قدرت فعلا تصيب الهدف في كل مرة وبنفس الدقة. بينما لو قلنا ان الطريقة مش دقيقة مش accurate لكن محكمة، هنلاقي ان انت ممكن الضربات بتاعتك تيجي كلها جنب بعض وقريبة من بعضها في نفس الحتة بس بعيدة عن الهدف. يبقى هنا الطريقة اللي انت بتستخدمها تنشن طريقة precise، بمعنى ان مش كل ضربة اختلفت عن التانية، وانما مش اكيوريت لانها ما اصابتش مركز الهدف او اللي مطلوب من عملية التنشين. على الجانب الاخر نبص هنا، لو ان انت بتضرب صح، بتضرب على المركز فعلا، لكن وسيلة القياس بتاعتك او وسيلة التنشين بتاعتك البندقية او المسدس مش precise enough، مش محكمة، فمرة تيجي يمين مرة تيجي شمال مرة تيجي فوق مرة تيجي تحت، لكن ايه حوالين المركز حوالين الهدف. يبقى هنا البريسيجن هو اللي فيه مشكلة، الاحكام بتاع العملية القياس هو اللي فيه مشكلة مش الدقة بتاعته. طبعا اسوأ الفروض يبقى انت لا انت اكيوريت ولا انت بريسايس، لا عندكش لا دقة ولا احكام، بتضرب كل مرة انت ورزقك، مرة تيجي فوق خالص مرة تيجي تحت خالص مرة مرة مرة. طبعا الهدف الرئيسي من اي وسيلة قياس اي وسيلة تقييم هو ان الحاجة تيجي اكيوريت و precise. هنا لما بنيجي نتكلم بقى في وسائل القياس بتاعت الاداء، يعني ايه الحاجة مش اكيوريت؟ لو قلنا الحاجة مش اكيوريت يبقى انت مش بتقيس اللي المفروض يتقاس. مثلا اجي في امتحان الحساب في المدرسة، امتحان الحساب، واقوم احاسب الطالب على الاخطاء الاملائيه. لو حسبت الطالب على الاخطاء الاملائيه انا بحاسبه على اللغويات مش على الحساب، يبقى هنا القياس بتاعي ما بقاش اكيوريت، لان هو طيب سقط في الامتحان لانه ما بيعرفش حساب، ولا سقط في الامتحان لان الاملاء بتاعته وحشه. فهنا انا لازم اختار الطريقه اللي accurately measures what I want to measure. حساب يبقى هحاسبه على الجمع والطرح والضرب والاسم. لغويات يبقى هحاسبه على النحو وهحاسبه على الإملاء وهحاسبه على التركيب اللغوي وما إلى ذلك. لو ده دخل في ده يبقى أنا ما بقيسش صح، يبقى أنا مش accurate مش دقيق في عملية القياس. أما إيه البريسيجن بقى؟ البريسيجن ان انا فعلا اكون بقدر اقيس مستوى الطالب صح بالطريقة اللي بقيسه بيها. يعني فلنقول ان ده طالب يستاهل كده بالويم 60% في الكورس ده. الراجل ده في الحساب يعني ها
يعرف شوية أحسن من نص الكمية اللي اتعلمها. طب لما أجي أدخله الامتحان، المفروض الامتحان يبقى precise، محكم كفاية، إنه لما يجي يطلع لي نتيجة الامتحان ألاقي النتيجة بتاعة الطالب اللي دخل الامتحان ده حوالين 60%. لو دخل حاجة تانية بتقيس الحساب، امتحان شفوي مثلا، او نزلت السوق وقلت له احسب انت اشتريت بكام وبعت بكام والارباح بتاعتك بكام، يبقى المفروض برضو هيخطأ، هيعمل اخطاء في حدود 40% من وسيلة القياس ويجيب حوالي 60% صح. كده تبقى الطرق دي ايه؟ بريسايز. طيب لما نكون بقى بنتكلم في وسائل القياس، امتى نقول الطريقة دي بريسايز واكيرت؟ زي ما قلنا دلوقتي، وعلشان نتأكد من البريسيجن او نتأكد من الاكيرسي، قلنا ان الطريقة تبقى بريسايز محكمة لو ان تمت اعادة قياس الاداء وكل بنفس الطريقة، وكل ما نعيد القياس الطالب يطلع نفس النتيجة، أو مجموعة من الطلاب لهم نفس المستوى دخلوا في الامتحان كلهم جابوا تقريبا نفس الدرجة، يبقى الطريقة دي محكمة. تاني، لو أنا دخلت الامتحان 10 مرات، بافتراض طبعا ده فرضية صعبة شوية ان انا مش فاكر المسائل، دخلت الامتحان 10 مرات وجاوبت، المفروض في 10 مرات اجيب درجات تقريبا واحدة، مش بالضرورة تبقى بالظبط، لكن تقريبا جبت نفس الدرجات. او على الجانب الاخر، طريقة اسهل، لو جبت 10 طلبة، ال10 طلبة مستواهم متقارب، فلنقل 60% أو 70%، لكن كلهم تقريبا في نفس المستوى، لو دخلوا نفس الامتحان العشرة يجيبوا تقريبا نفس الدرجة، يبقى الطريقة دي محكمة precise. الأكيرسي تبان إمتى بقى؟ الأكيرسي تبان في حاجتين، حاجة اللي احنا اتكلمنا عنها، وهي إن تكون فعلا بتقيس أنت بتتكلم عن إيه، تكون بتقيس اللي أنت عايز تقيسه، ما تقسش ما تقيموش على النحو في امتحان الحساب. لكن لو عدت القياس بأكتر من طريقة لنفس الطالب، الطرق المختلفة دي تبقى accurate، تبقى accurate لو ان هي فعلا كلها طلعت نفس المستوى، كلهم قالوا ان الطالب ده يستاهل 60% وكلهم قالوا ان الطالب ده يستاهل تقريبا 70%، يبقى في الحالة دي الطرق دي أكل. طبعا بشكل عملي احنا ما بنقدرش نستخدم اكتر من وسيلة، مش اكتر من وسيلة، وسائل كتيرة في تقييم الطالب في الكورس الواحد او في المحاضرة الواحدة. وفي نفس الوقت لو طالب دخل امتحان ما بندخلوش نفس الامتحان تاني. فمن هنا يجي اولا ان انا بحاول قبل مديله مثلا امتحان، او احاول ان انا اعمل منه متطلبات في بروجكت، او ان انا اعمل له اورال اكزامينيشن، ان انا اكون محدد كويس وشايف ايه اللي بيتقاس وازاي هديله درجات او ازاي هديله تقييم من خلال ادائه في الوسيله دي. وفي نفس الوقت الوسيلة نفسها تكون فيها تنوع كفاية بحيث ان الطالب فعلا يبان كل امكانياته. ما ينفعش مثلا فاينل اكزام يبقى سؤال واحد، طبعا ممكن يبقى سؤال طويل ويبقى فيه تجزئة كتيرة، بس اقصد ما ينفعش اقول له اجمع 5 و6، 5 و6 مفروض بيساوي كام؟ 11، كتب 10، كتب 12، يبقى هو ما بيعرفش يجمع. ممكن لو اديته 10 اسئلة جمع وجاب منهم واحد غلط، جاب ال5 + 6 دي جابها 10، هياخد 9/10، يبقى لا ده طالب برضه مازال كويس بس غلط في سؤال. لو هو سؤال واحد وغلط فيه ما اقدرش اقول الطالب وحش. اوكي، فهنا انا لازم وانا بصمم وسيله التقييم احط في اعتباري الجوانب دي، جوانب ان الوسيله دي نفسها تكون precise، وانها تكون accurate، انها تقدر
تقيس فعلا أداء الطالب، وإن هي فعلا تقدر تقيمه بشكل يوضح مستواه فعلا قد إيه من اللي مطلوب في الكورس. طيب ده الحقيقة يعني احنا ده اللي محتاج اقوله عن الاكيوريسي والبريسيجن. موضوع الاكيوريسي والبريسيجن من الموضوعات المهمة جدا في تصميم الاسسمنت ميثود، لكن مش هنقدر نقول عليه اكتر من كده في المحاضرة بتاعتنا. في المحاضرة الجاية ان شاء الله نبتدي نتكلم عن بعض الحاجات وبعض المقومات اللي تخلي الاسسمنت ميثود كويسة، وبعدين هنتكلم على بعض المقومات اللي ممكن تخلي الاسسمنت ميثود وحشة. وتلاحظوا ان هو ده الكلام اللي كنا بنقوله، اللي قلنا دلوقتي في المفروض يتوفر في وسائل التقييم. ارجو ان انا اشوفكم معايا في الفيديو الجاي ان شاء الله.